الحمد لله. طيب كابتن، نقدر نقول الاستعجال اليوم هو سبب من اسباب خسارتكم مباراه اليوم، استعجال قدام المرمى؟ مش استعجال على قد ما كانش في تركيز، يعني احنا وصلنا اكتر من كوره، يعني احنا ما كناش مستعجلين، بالعكس كنا بنلعب بتركيز كبير قوي في الحته الدفاعيه، قدرنا نخلق اكتر من فرصه وقدرنا ان احنا نطلع هجمه مرتده اكتر من مره. واحنا كنا متكلمين على الحاجات دي قبل الماتش، كنا متكلمين ان احنا لازم الفرصه اللي جانا نخلصها، بس ما كانش في توفيق النهارده. طيب اخر سؤال، ايش الفرق بين الاتحاد جده والفريق البرازيلي اليوم؟ الفرق مش كبير، هم فريقين كبار بيلعبوا كوره كويسه، الفرق بس ان احنا النهارده زي ما بقول لك لاعبين 48 ساعه، واحنا اصلا كنادي الاهلي دايما بنلعب ماتشات مضغوطه، بس طبعا لما تيجي تلعب في ليفل عالي زي ده مع احسن لعيبه في العالم الموضوع بيبقى مختلف تماما، ممكن الناس تبقى مش حاسه ده او مش شايفه ده، بس احنا النهارده قدمنا مباراه كبيره واحنا لسه موجودين في البطوله، ان شاء الله نعمل ماتش كبير اخر ماتش، ويعني السنه اللي فاتت ما قدرناش ناخد المركز الثالث، ان شاء الله السنه دي. طب ليه التركيز قل في اخر ربع ساعه؟ لا هو التركيز ما قلش، هو التعب هو اللي كان باين علينا، احنا كنا مركزين من اول الماتش لاخره، بس زي ما بقول لك هو كان في تعب، التعب ده يعني كان واضح علينا، احنا قاعدين ماتش كبير قدام الاتحاد 90 دقيقة من أول نص ساعة، طبيعي يعني إن أنت آخر ربع ساعة طبيعي لما تيجي تلعب فرقة لسه بقالها يومين، لسه أول ماتش ليها في البطولة، طبيعي إن هما يحصل لنا آخر ربع ساعة، يعني تقريبا في 7 لعيبة ناحية الجون بتاعهم، فإحنا كنا متكلمين إن إحنا لازم نضغط ونضغط بالسبرنتات، وحاولت يعني إن أنا في الكورة دي أنفذ اللي إحنا عملناه في التمرين، بس ما كانش فيها حظ يعني إنها تخش النهاردة، كمان كان في اكتر من كوره كانت ممكن تخش، بس كانش في تركيز في اخر يعني اخر كوره، بس الحمد لله يعني المفروض دلوقتي نركز على الماتش الجاي، عشان احنا السنه اللي فاتت يعني عملنا نفس الحاجه، عملنا ماتشات كبيره جدا بس في الاخر ما خدناش ميداليه، بس ان شاء الله السنه دي نقدر ناخد.